نقولوا اللي مازالوا 12 نقطة باش يتفرقوا في المجموعة هذه. اكزاكتومون. 12 نقطة المنتخب الجزائري نجم ياخذ سافار دو جاتو عبد الرحمن. لازم يرجع. اسمح لي. شيخ. درك كما قال كان أسباب كثيرة ما نلزمش دوكوا. نظن نكون منطقيين ونكون واقعيين يعني. درك الأسباب واضحة، لازم واحد بهدوء يدرس من الناحية الفنية، من الناحية النظامية، خاصة الناس اللي عاشوا. عاشوا ظروف قبل المقابله، لان كما قالك المردود ماهوش عادي. لماذا ما عطاوش مفروض؟ وعلاش كنا كثير قال عندك فكره على الظروف؟ لا اسمح لي اسمح لي، خلطوا لك الظروف. اسمح لي شكون حكي لك على الظروف؟ اسمع نسال انا لحظه. اسمح لي اسمع، خلطوا لك الظروف. انا تدريجيا كنت نقول لك اسمع، انا المفروض كنت ننتظر الاداء تاع اللاعبين تاع المنتخب يكون افضل في شهر اكتوبر خير من شهر سبتمبر. لماذا؟ قلت لك الفورمه تبدا تجي، ان هم يلعبوا في الانديه تاعهم. زيد في نوفمبر المباراه الوديه قلنا نكونوا احسن، انا كلمت اللاعبين من قبل قلت لهم شوف نوفمبر ديسمبر تكونوا ترجعوا للمستوى تاعكم. تمام، ولكن هذه صارت فيها امور، فهمت؟ وحنا لعبنا كوره وعارفين الامور، كان اشياء. المهم انا نحب انا من عصر من عصر كوره. اسمح لي نطرح لك السؤال. اسمح لي اسمح لي شوف، لان راح تبدا في الجزائر. ما جاوبتنيش تو. هذا اسمح لي اسمح لي، الخطر درك المنتخب الجزائر راهو في خطر كبير. نقول لك علاش. من ايش؟ لان الناس ما تفهمش ويبدا كل واحد أو من الغلطه من اللاعبين او من المدرب او من هذا او من رئيس الاتحاد. المشكل درك لازم نهدنوا الامور، فهمت كيف؟ خاطر ما راح ندخلوا في ازمه، كون نبقاو هكا راح ندخلوا في ازمه كبيره كبيره كبيره. نجم نطرح لك سؤال؟ لهذا شوف اسمح لي اسمح لي اسمح لي، ومن بعد طرح لي سؤال. درك لازم نهدنوا، عارفين لازم ندرسوا حقيقه واش صار، ونوليو باش نرجعوا مهمة صعبة من بعد منا حتى المقابلة الرسمية ضد المغرب في الجزائر في ثلاثة. لازم واحد يولي يبني المنتخب من ناحية البسيكولوجية هي الأولى، من ناحية التقنية والتكتيكية من ناحية ثانية، فهمت؟ هاو نقول لك شوف، أنا هذا هو الهدف، لازم الناس كل تجلس على الأرض ويولوا يديروا يعني برنامج تخطيط باش يديروا عمل باش يرجعوا المنتخب في المستوى اللي كان فيه. إن امبوسيبل كما كان يقول لك باللي اللاعبين يكونوا في هذا، هنا بروبليم كاين حاجه. انا نطرح لك سؤال. الراي العام من حقه انه يقول المدرب ولا اللاعبين ولا فلان ولا فلتان. طبعا علاش؟ خاطر ما يعرفش شنو صار. فهمت؟ توا باش نقيموا نحن شنو صار، باش نصلحوا لازم نقيموا شنو صار، لازم نعرف شنو صار. انت شنو اللي صار ونعرف باللي تعرف معناه شنو اللي صار قبل المباراه. كره القدم علاش صعيبه كره القدم؟ باقي ما جاوبتنيش. هسه نفهمك انا. لان ما كانش مقياس واحد فقط، فهمت؟ انا نقول لك اشياء انا ما كنتش معاها، ما نجمش نقول لك واش صار، لكن تعرف. هل هو شوف، انا نسالك نقطه برك، هل التخطيط والبرنامج نتاع باش تجيب اللاعبين، لان لو ميكرو سيكل هذاك باش وصلت المباراه تجيبهم اون فورم، هل حقيقه خططتوا كما لازم وطبقتوا حقيقه باش وصلوا؟ هل ظروف المقابله كانوا سيئين كما كان يقول بيتات؟ كانت الفريق التونسي كان في، يعني احنا قاعدين في الشاشه نتبعوا الفريق التونسي، ولكن الناس ناسين باللي كان الرطوبه عاليه وحراره عاليه، هذه تاثر على مردود اللاعبين، خاصه لكن الجزائر معنا المناخ وعدم تحضير. زياده نزيد نعطيك انا كما يقولوا تدريب مخفي، انت عارف واش صار في المعسكر وداخل المعسكر ولما مشاو سافروا هناك كل فتره تاع اسبوع، عارفوا واش صار ولا ما؟ انا ما نعرفش، ما نعرفش. لكن انت تعرف. اسمع نكذب عليك، انا ما عشت معاهم وانت ما عشت معاهم، ما تقدرش تحكم. هذه الامور هذه كل داخله فيها الكوره. هل تكتيكيا لعبوا كما لازم ضد الفريق هذا؟ لماذا ما كانوش الفورمه؟ هذو كل اسئله اللي عندهم لازم تدرس وتشوف الحقيقه واش صار. عبد الرحمن شكون خاطر ما شوف خاطر ما درك اسمح لي درك حنا بعاد على الامور بعاد. انا شوف انا ديما من ما نشطرش بعض الناس اللي كيما يقول لك ما فهمناش واش صار في المقابله، ما فهمتش لان ما عشتش ماكش عارف واش كان الدخل. فهمت واش حبيت نقول؟